2014 حتى ل 2016 جمعية وحاجمنا كل عام فهمتني ترصدنا مبلغ مالي للجمعية. دونك المبلغ المالي هذاك راهو يعاوننا برشا باش نعاونوا به العباد المستحقين. جمعية حماية وحاجمنا هي اللي بادرت باش تعاوننا خاطر سمعوا لي عندنا نشاط كثيف وهما نتشاركوا تقريبا نفس الادوار. التدخل نتاعنا يكون عاده في هو تدخل يومي عن المرضى اللي يجيبوا الملفات الطبيه نتاعهم نوجههم لاقرب المستشفيات، اذا كان عندهم مشكله في موعد نحاولوا كيفاش ندخلوا باش نقدموا الموعد، اذا عندهم مشكله في التنقل نعاونوهم في التنقل المدين. فما بعد تحسيسي تثقيفي بالتنسيق بين المدرسة الابتدائية الأسرة التربوية المدرسة الابتدائية نجاح جمنا وجمعية حماية وحاجمنا والمندوبية الجهوية للتربية بقبيل وزارة التربية، وقع الاتفاق على أساس أن جمعية وحاجمنا تساهم في مشاريع بالمدرسة الابتدائية نجاح جمنا كما ساهمت في المدرسة الابتدائية الأم ومكان أخرى. هناك قاعة للتدريس، فضاء للمعلمين هو أهم شيء، و مشرب للتلاميذ. ثم ايضا ساهمت ايضا في عمليه في هذه الرسوم في التزويق، وايضا ساعدت ماديا في جميع الانشطه. في 2016 و2017 الجمعيه مرت شويه صعوبات اثر مباشره على نشاط الجمعيه خاطر الموارد نتاع الجمعيه نقصت. اغلاق الحساب الجاري للجمعيه الى غير ذلك، انعدم تدخل الجمعيه في الانشطه المدرسه الابتدائيه نجاح جمنا. المشاريع حبست بنسبه 100%، حتى البعض ساعات يحاول يقدم مطلب ولا حاجه للدعم سواء مدرسه او جمعيه او حاجه كيما هيك ما عادوش مقدمين لانهم يعرفوا الجمعيه ما عندهاش حسابات. زيد على ذلك أن الجمعية كانت تتدخل في عديد الحالات الاجتماعية سواء مباشرة أو عن طريق الجمعيات اللي ندعموا فيها. فهمت؟ العام اللي فات الكل نجم تقول ما تدخلنا في حتى حالة. إضافة للجمعيات اللي كانت معناها يوقع دعمها من طرف الجمعية حتى هي معناها ما عادش نجم ندعموها. بالنسبة للهنشير وقت اللي يقع تجميد اموال الطبيعه معناها اوتوماتيك مو باش تاثر حتى على عدد الخدام اللي باش يقع انتدابهم في الانشين معناها باش يخدموا الموسم الفلاحي معناها اللي بعده معناها قرابه 140 عامل معناها كلاسيك نقولوا حاله للتقاعد معناها اللي كانوا يخدموا الكل وعمله معناها اصحاب عائلات اصحاب عندهمش دخل معناها هذا يدخلهم بلاسك دخلوا حالتهم الدوله بلاسك على التقاعد تقاعد اجباري تنجم تقول. إضافة لحاجة أخرى معناها الماتريال اللي نخدموا به ولا كذا تبدأ ديما تفرسي معناها على إمكانياتك معناها ساعات تجيب كان الأقل شيء ممكن من الآلات ومن كذا باش عارف روحك ما عندكش فلوس الكافية معناها باش تغطي المصاريف الهنشير. الهنشير عم نول تقريبا بقي 4 ولا 5 أشهر ما شربش حتى الماء. وقت اللي رجعنا الخدمة رجعناها مؤخر معناها ما خذاش قيمته الحقيقية في الخدمة وفي المي وفي كل شيء مما أدى إلى ربما نقص في الانتاج وربما حتى في الجودة أثر شوي. فما حاجات لابد منها معناها تديرها في الهنشير معناها سواء عندك فلوس ولا ما عندكش تديرها حتى معناها أكريدي تديرها معناها لازمك تتداين ولا كذا. بالنسبة لحكاية تلقيح النخيل والغلاف والوعل لازمك عملية التدلية معناها التهبيط نقولوا لها حنين معناها معاش تنجم تعمل إضافة في الهنشير تعمل كان الحاجات اللازمة كما قلت لك تلقيح النخيل والغلاف نتاع العراجين وكذا هذه هي الحاجات اللازمة معناها حتى الخدامة قادر يخدم 12 شهر معناها متوفرة الخدمة ومطلبة الخدمة أن الخدام يكون 12 شهر موجود هنا فهمني. لكن بحكم انك كما قلت لك الفلوس ماهيش متوفره معناها بالصفه الكافيه دونك وليت تخمم معناها انك تتصرف بطريقه رشيده في المصاريف في الكونت معناها في الحساب اللي عندك معناها.
وصلنا إلى الحل اللي يتماشى نسبياً مع التجربة اللي خذناها طيلة الستة ولا سبع سنوات. الحل يتمثل في تأسيس وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي. فما نوعاً ما من لبس في نقطة الحل في حد ذاتها معناها، وإلا في الحل المستقبلي. من حيث المبدأ الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي هي ما تلبيش مطالب تجربة جميلة وما تستجيبش لروح التجربة، لكن وقت اللي وعدتنا وزارة الفلاحة والوزير رأساً أن راهو باش تتم تنقيحات باش تصير في القانون متاع الوحدات التعاضدية. زيادة على ذلك قال لنا أن راهو القانون متاع الاقتصاد التضامني الاجتماعي زاد حتى هو راهو باش يحضر، والحكومة صرحت أن القانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي باش تبقى من خلال الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي. هذاك علاش قبلنا من حيث المبدأ بالوحدة التعاضدية بالقانون الحالي، لكن اشترطنا على وزارة الفلاحة، وهذا مازال ما تمش، معناها أن نبرم احنا وياها اتفاق تكون وزارة الفلاحة هي الضامن للوحدة التعاضدية هذه، لن يحضر لن يتم تنقيح القانون متاع الوحدات التعاضدية ويحضر القانون متاع الاقتصاد التضامني الاجتماعي. أنا والله مانيش موافق عليه المقترح هذا. علاش؟ علاش؟ على خاطر الخدام هو الخدام طوف الوقت الحالي، الخدام كان بتوقف عليه باش يخدم وكان بالعرق باش يخدم، زيد تعمل شريك ولا تعمل مسؤول ولا تعمل كذا باش يخدم لك من بعد. أنا بصراحة ضدها، قلت لهم الجماعة أني ضد، يعني حتى ولو أنا واحد منهم من الخدام. الشركة اللي اقترحتها هذيك نتاع 34% ولا 36% حسب رأيي خدمة تعاضدية، يعني خدمة تعاضدية برشا، خاطر قد ما تباع الخدام على المسؤولية على يكون خير. خدام خليه خدام. أنا مع إحداث لجان تفكير أي ميدان ميدين، وإعطاء الفرصة لأهل الاختصاص بشدل بدلهم في هذا الموضوع. يعني ليست لدي كمواطن ما عنديش فكرة على هذه التجارب هذه، عنديش فكرة، أهل الاختصاص هم أدرى بذلك، والجمعية باش تحمل مسؤوليتها، هي الجمعية في الآخر هي المسؤولة وباش تحمل مسؤوليتها كان في الصواب ولا في الخطأ.